خسرتوا باش كنت في اخباري رانا الدنيا نحتفلوا به كلنا عيد العرش المجيد. تحية لجميع المغاربة في المكان. يلا بغيت نشوف فينا هما الضو، فينا هو التليفونات، وفينا هو يلا نشوفكم معايا ونغنيو كاملين. وسهلوني عليها إلا راهي مقبولة ولا مازالها تجبد عليا ولا خلاص راهي ناسية. يا ما تحكولهاش شرح صاري فيا باللي نبكي كي نتوحشها مش هنا ولا تقدر تبغيني ستا باسكو جفيتها. تحية كبيرة العقيل الله يرحمه. وسالوني عليها جيبوا ولا خلاص راهي ناسية ما تحكولهاش راهي فيا ولا هي مقبولة ولا هي ولا
اللي غادي نقول لك انه شي حاجه خياليه، شي حاجه ما كنتش متوقعها نهائيا. الحمد لله، يعني حب الجمهور وحب الناس كيبان في المهرجانات وفي الحفلات، وانا فرحانه بزاف لاني كنتواجد اليوم لاول مره على خشبه مسرح مرتيب، وفرحت بزاف لانني تفاجات، ويعني كنت مبهوره بالكم الهائل اللي كان حاضر وبتفاعل اكثر من رائع معايا، وحفظ الاغاني اللي حافظين جميع الاغاني تنغنيها. دونك هذا شرف ليا، وشكرا لتسلط المغرب والمهرجان الشواطئ لانه دائما كيقربني من بلاد ولاد بلادي باش يسمعوا الصوت ديالي والحضور ديالي.